سيدنا السلام عليكم. اليوم كنقوموا بجولات تفقديه وفق العناصر الامنيه في زمن كورونا باش نشوفوا العمل اللي كيقوموا به بعد حاله الطوارئ. خليكم معنا تشوفوا الاجواء كيفاش دايره. عملت ولاية أمن فاس على اتخاذ مجموعة ديال الإجراءات الأمنية من أجل محاربة تفشي ظاهرة كورونا، وبالتالي قامت بإنشاء مجموعة مهمة من السدود في جميع أرجاء المدينة. هاد السدود المهمة ديالها تحكم في الحركية ديال المواطنين من منطقة إلى أخرى، وكذلك تطبيق القانون فيما يخص المخالفين. كانت النتائج جد مهمة بالنسبة للضبط الحركية ديال المواطنين داخل المدينة، واللي كتقوم على ضبط الحركية فيما يخص تجوال بدون هدف، تجوال من منطقة إلى أخرى، تجوال في المحاربة ديال النقاط اللي كتعرف حركية ديال المواطنين، وذلك عن طريق ضبط الحركة ديال السير بها. مجموعة النقاط عندنا بها حركة تجارية مهمة، تم ضبط التحركات ديال المواطنين بالسيارات وبالوسائل ديال النقل المختلفة. كذلك هذه العملية ديال الضبط ديال المناطق الأمنية جاء أعطت الأكل ديالها، واستطعنا باش نتحكموا في الحركية ديال المواطنين، وأي مخالف راه كيتقدم للدوائر المختصة وكيتقدم، وبالتالي كيتم التنسيق مع النيابة العامة المختصة ترابيا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين. مرارة دوري 4 تم إيقاف واحد الشخص بدون رخصة استثنائية ديال التنقل. شوفوا لنا شي نجدات ربما على مستوى نظارة من 99